التهانية الخالصة لكل تلامذتنا الذين التحقوا اليوم بمقاعد الدراسة بعدد قرابة 200,000 198,000 800 تلميذ التحقوا اليوم في الأطوار الثلاث. بالنسبة للدخول المدرسي 24-25 هي سنة فيها نشاط تميز واتسم باستلام مجموعة من المؤسسات ومجموعة من المنشآت، منها ثانويتين، واحدة فتحت اليوم والثانية عن قريب إن شاء الله في الشهر المقبل أو الشهر لما بعده إن شاء الله ستفتح، وخمس متوسطات ومجمع مدرسي وخمس مطاعم مدرسية، منها ثلاث أنصاف داخلية ومطعمين مدرسيين بالمؤسسات الابتدائية، وفيه أيضا استلام 92 قسم توسيع وترميم وترميمات كبرى ب 230 مؤسسة تربوية في الطور الابتدائي، وكذلك بعض الملاعب الجوارية اللي ألحقت بالمؤسسات التعليمية ليمارس أطفالنا الرياضة المدرسية كما نسط عليه مختلف التعليمات.